لا تكاد تخلو صفحة في مواقع التواصل الاجتماعي من تعليقات وأخبار متناقلة عن انخفاض سعر الدولار الأمريكي أمام الدينار الليبي، انخفاض ما زال في إطار من الغموض يجعل من العسير تفسيره في ظل الإجراءات التي زعم البنك المركزي الليبي أنه قام بها، فحسن من سعر صرف الدينار مقابل الدولار خلال عملية شراء العملة لفئة أرباب الأسر فيما يعرف بمنحة $400، وكذلك فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع بحسب ما تناوله اقتصاديون. وفتح الاعتمادات المستندية من قبل وزارة الاقتصاد تقريبا 3700 شركة تمت الموافقة على فتح اعتمادات مستندية لها بقيمة 3.5 مليار دينار، بالإضافة إلى ما يقارب 600 مليون دينار اعتمادات للأدوية. والجديد في هذا الموضوع أن الاعتمادات المستندية فتحت للمواد الغذائية وغير ذلك من السلع الأخرى على عكس الاعتمادات التي فتحت في السنوات الماضية. يستمر تراجع الدولار الأمريكي أمام الدينار الليبي بعد أن كسر حاجز 10 دنانير لأشهر، إلا أنه يستقر هذه الأيام في 5 دنانير، ما يجعل علامات استفهام حول هذا التعافي المفاجئ، لا سيما أن الحكومة لم تتكلم في هذا الصدد فلا توضيح ولا بيانات. وما يثير الجدل أيضا تجار العملة الصعبة في السوق الموازي الذين يشترون العملة ولا يبيعونها، الأمر الذي طرح شكوكا حول الارتفاع المفاجئ للدولار بعد أن تتم عملية بيع منحة الأسرة ومدخرات المواطن من الدولار. لو حدث هذا الانخفاض نتيجة اتخاذ إجراءات مباشرة من قبل المصرف المركزي بصفته أعلى سلطة نقدية في البلاد، والذي من المفترض وفق قانون المصارف سنة 2005 القانون رقم 1 من المفترض هو أن يتحكم في سعر الصرف، ولكن مجموعة من التجار أو المضاربين لو صح التعبير على النقد الأجنبي هم من يتحكمون في السوق، وبالتالي هدف هؤلاء التجار زيادة سعر الصرف الأجنبي وليس انخفاضه. قيام مصرف ليبيا المركزي بفتح اعتمادات مستندية جديدة أمام التجار بالسكوك المصدقة، فضلا عن البدء في توزيع منحة $500 لكل فرد ولأرباب الأسر، وتسهيل نقل العملة من حساب لآخر عبر المصارف، وكذلك بيع صغار التجار والمواطنين لمدخراتهم من العملة الصعبة بشكل مفاجئ خوفا من انخفاض الدولار، كلها أسباب يعتقد المواطنون أنها أسهمت في تعافي الدينار الليبي أمام الدولار، اعتقاد يواجه صمت من يعنيهم الأمر.